لمناقشة انتشار الأسلحة أيضا في العراق وغياب سلطة الدولة والقانون. معنا من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي، حياكم الله. إذا انتشار السلاح بهذا النحو المتفاقم في العراق سواء لدى العشائر أو الميليشيات، إلى ما ترجعه؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. يعني حقيقة نحن نعلم بأنه ما بعد عام 2003 أصبحت هنالك ميليشيات موجودة وحالة من انفلات في السلاح سواء على المستوى العشائري أو المستوى الميليشياوي، ولكن كانت النقطة الفاصلة والنقطة المهمة أنه قانون الحشد الشعبي عندما حدثت الأحداث أحداث عام 2014 في العراق تم استغلال هذه الأحداث من قبل جهات سياسية ومن قبل جهات خارجية تحديدا إيران لجمع هذه الميليشيات وتشريع لها قانون سمي بقانون الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي، ومنذ تلك النقطة صار عمل هذه الميليشيات بصورة مكشوفة، صار هنالك شرعنة للسلاح، شرعنة لهذه الميليشيات، ونجد اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة أنه هذه الميليشيات بدأت تبتلع الدولة، تبتلع البلد، لديها هيئات اقتصادية، المنافذ، الموانئ تسيطر عليها، تسيطر على موارد وزارات بأكملها، سجون سرية لديها. فبالتأكيد سيدي الكريم إذا كانت هنالك إرادة حقيقية لدى الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الموضوع الميليشيات، فإلغاء هيئة الحشد الشعبي سوف يكون الخطوة الأولى. نعم، ولكن الحكومات المتعاقبة كما تعلم جميعها وعدت بحصر السلاح بيد الدولة وأخفقت في ذلك، هل هناك إرادة حقيقية برأيك لحصر السلاح بيد الجهات الرسمية؟ يعني سيدي الحكومة لا، احنا لا نعلم، لا توجد هنالك بوادر حقيقية من الحكومة لمكافحة لمواجهة هذه الميليشيات ومكافحة السلاح المنفلت وإعادة كما يطلب منهم إعادة هيبة الدولة. لكن اليوم حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ملف الميليشيات أصبح مسألة قضية رأي عام، هذا أصبح مطلب شعبي، الجميع يطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع يطالب بإنهاء هذا الملف. لكن حتى الآن، حتى هذه اللحظة، الحكومة الموجودة لم تكن هنالك، كانت هنالك عملية خجولة وهي لم تستهدف الميليشيات أو تستهدف حزب الله، بل كانت تمنع محاولة قصف السفارة، وعملية نوعية صغيرة من هذا النوع لا يعتبر تغير حقيقي لمنهاج الدولة. إذن ما تأثير هذه الظاهرة على السلم المجتمعي العراقي عموما، وكيف أسهمت وتسهم في ترسيخ مبدأ غياب القانون في العراق؟ يعني نحن حقيقة يعني حدثت يعني فد استعراض بسيط جدا لحجم الخطر، خطر هذه الميليشيات على المجتمع وعلى أمن المجتمع. أنه من بعد اعتقال مجموعة من أفراد حزب الله خرج لواء كامل، لواء 45 تابع للحشد الشعبي، خرج يستعرض في وسط بغداد باستلاح ما بين الأهالي وما بين المدنيين. طبعا هذا تهديد حقيقي لأمن المجتمع. ما الذي يختلف عن داعش؟ نحن إذا أردنا حقيقة، هؤلاء هم منظمة إرهاب، تنظيمات إرهابية، لا يختلفون عن داعش، لكن الفرق بأنه لديهم قانون والحكومة والغطاء السياسي متستر عليهم. أما في حقيقة الأمر اليوم الشعب العراقي أصبح يعي جدا خطر هؤلاء، وهؤلاء حقيقة الخطر حقيقي، يجب أن ينهى ملفهم قريبا. حتى المتلوثين بهذه العملية السياسية، المتلوثون بها مثل بهاء العرجي، قال إن السلاح المنفلت في العراق مؤدلج لمصلحة جهات خارجية. من له المصلحة في إبقاء العراق سوقا للأسلحة والممنوعات؟ واضح سيدي بأنه هذه الميليشيات الأغلبية لديها ارتباطات عضوية وارتباطات عقائدية مع إيران. إيران هي المؤسس لهذه الميليشيات كما صرحت أغلب، هذا ليس كلامنا، هذا كلام أغلب قادة الحشد الشعبي، بأنه الإيرانيون قاسم سليماني وغيره كانوا هم المسؤولين عن هذه الميليشيات. بما أنه هنالك ارتباطات وولاءات خارجية، اليوم نجد بأنه العراق
أصبح هناك ترفع صور خامنئي وصور خميني وصور قاسم سليماني والعلم الإيراني. فواضح جدا سيدي بأنه نحن نتحدث عن مجاميع ليست لها ولاء إلى العراق مهما ادعوا، ويدعون بأنهم يخضعون لسلطة الدولة وتابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا حقيقة منافي حقيقة للواقع. استعرضوا أكثر من مرة فشل هذه النظرية، وبالتأكيد سيدي يبقى بما أنه السلاح وهذه الميليشيات بما أنه موجودة يبقى وضع العراق كما هو. ولكن حتى يعني العشائر، يعني أن يصرح مسؤول بالداخلية أن هناك أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير قانونية بيد العشائر، وأيضا مع تضخم سلاح العشائر وتغول الميليشيات، هل ترى بادرة ممكنة لحكومة الكاظمي تستطيع أن تحصر السلاح بيد الدولة، أم أن الأمر يعني أصبح شبه مستحيل في ظل الأوضاع الراهنة؟ يعني سيدي هنالك قد تكون هنالك محاولات وقد تكون هنالك إرادة، لكن نحن لا نقيس بالنوايا. إذا كانت هنالك إرادة لمواجهة هذه الميليشيات يجب أن تكون من الآن توضع الأسس من الآن، الخطوات الرئيسية من الآن. الرأي العام اليوم الشعب العراقي داعم لهذا الموضوع، ضد الميليشيات، ضد تواجد هذه الميليشيات، ضد السلاح المنفلت. العشائر من أين أتت بهذه الكمية من السلاح؟ الميليشيات هي التي تسيطر على المنافذ الحدودية التي، والميليشيات هي المسؤولة عن إدخال السلاح، المخدرات، المتفجرات، الصواريخ، كلها تدخل عن طريق المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات. إذا كانت هنالك إرادة حقيقية لهذه الحكومة فبالتأكيد سوف تجد دعم شعبي كبير جدا، لكن كما ذكرنا يجب أن تكون هنالك خطوات حقيقية، ويجب أن تكون هنالك اليوم نجد خطاب مغاير هذه الدولة يستنكر عمل هذه الميليشيات حتى نتأكد بأننا فعلا مقبلين على مرحلة أخرى. شكرا جزيلا لك من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي.